أفادت السلطات المغربية بأن مساحة الغابات التي التهمتها الحرائق منذ مطلع العام بلغت ما يعادل 25 ألف هكتار، وتعتبر هذه السنة استثنائية بكل المقاييس وفقا للسلطات، حيث ارتفع معدل الحرائق بما يقارب 10 مرات مقارنة بالسنوات العشر الماضية. وتعد صعوبة وعورة الطرقات أحد أسباب تعثر وصول فرق الإطفاء إلى أماكن الحرائق. معنا من الدار البيضاء أستاذ علم المناخ بجامعة الحسن الثاني الدكتور محمد سعيد قرق. دكتور محمد، مرحبا بك معنا. إذن النيران الحرائق تلتهم 25 ألف هكتار في المغرب، ماذا يعني ذلك؟ هذه سابقة في تاريخ الحرائق بالمغرب، وهي سابقة مسبوقة بموجات حرارة غير معتادة حقيقة، يعني بدأت بطريقة مبكرة وأدت إلى استقرارها لمدة طويلة، هذا ما عمل على تجفيف الأراضي ومنها الغابات، لا سيما الحشائش الجافة والأوراق المتساقطة والأغصان كذلك الميتة، وهي تعد وقيدة وقودا للحرائق، وبالتالي لا ينقصها إلا الشرارة الأولى التي ستعطي النار، إما لتماس كهربائي أو لخطأ بشري أو لفعل حيوانات ممكن فتعطي تلك الشرارة فتندلع الحرائق ويكون الوقود موجودا. وهذا ما أدى مع الأسف في هذه الفترة الجافة التي عشناها هذه السنة إلى هذه الحرائق المؤلمة الشاسعة، لا سيما أنها ترافقت مع هبوب رياح غير مألوفة كذلك. الرياح هو العدو الكبير لرجال المطافئ. نعم دكتور محمد، نعم. يعني رغم أن المغرب لديه طائرات لإخماد هذه الحرائق، يعني يمتلك طائرات ربما لا تمتلكها دول مجاورة، يعني لماذا مع وجود هذه الطائرات هناك التهام لمساحات شاسعة في الغابات؟ إن توافق هذه الموجات الحارة بفترات رياح قوية لا سيما في شمال المغرب أثناء الشهر السادس والسابع يعني يونيو ويوليوز أدى إلى انتشار الحرائق بطريقة سريعة، وهذا لا يمكن أن يتغلب عليه رجال المطافئ بسهولة بالرغم من وجود الطائرات، وهذا أكبر تحدي أمامنا مستقبلا، لأن الاحترار الأرضي العالمي، لأن الحرائق ليست فقط في المغرب ولكن شمال إفريقيا بكاملها وفي أوروبا وفي أمريكا وأسيا إلى آخره، وبالتالي هذا حدث عالمي يجب أن نتأهب إليه بما فيه الكفاية، والمغرب يعني تعبأ بالطائرات إلى آخره وبرجال المطافئ وجهات متخصصة في الحرائق، إلا أن ما حصل هذه السنة هو نكتشفه لأول مرة، بحيث أن تواكبت الحرارة من جهة، الرياح من جهة ثانية، ونيران الغابات من جهة ثالثة، الشيء الذي جعل التغلب عليها صعب جدا، وبالتالي يجب علينا جميعا يعني نحن كمغاربة وكسلطة وكجماعات أن نتأهب. كيف نتأهب دكتور محمد سعيد؟ يعني ما الاستراتيجيات يعني العقلانية المنطقية التي يجب أن تترافق مع هذه التغيرات المناخية شديدة القسوة؟ تماما، على السلطات أولا متخذي القرار أن يعتبروا أن ما حصل هذه السنة هو نموذج لما سنعيشه في السنوات المقبلة، وبالتالي علينا أن نتأهب إليه في عدة مستويات. المستوى الأول تأهب تكنولوجي، يعني الوسائل، الطائرات، إضافة طائرات أخرى، وكذلك الشاحنات ووسائل التنقل السريعة في الغابات، وهذا ليس متوفر في جميع الأماكن. إضافة إلى ذلك على السلطات أن تعمل على تنقية الغابات من الشوائب من الحشائش الجافة التي تمثل الوقود، وتجعل كذلك مرافق يعني ممرات داخل الغابة لكي نستطيع الولوج إليها، أولا للاعتناء بها وتنقيتها، ثانيا في حالة الحرائق لكي تستطيع الشاحنات الدخول داخل الغابة. ومن ناحية أخرى فإن هذه المسالك وهذه الطرق داخل الغابة تعمل كحاجز تمنع انتقال الحرائق من جهة إلى جهة ثانية، وبالتالي هذه المسالك ضرورية في هذه المرحلة.
إضافة إلى أنه في حالة وجود هذه الغابات بالقرب من المدن أن نصلها بفوهات مياه لكي يستعملها رجال المطافئ حينما تكون الحرائق متواجدة، وهذا ممكن في الأماكن القريبة من المدن بطبيعة الحال. أما خارج المدن بعيدا عن السواحل لابد من تهيئة بحيرات كالسدود إلى آخره، شريطة أن لا نعيش فترة جفاف لكي يكون فيها ماء، لكي تستطيع الطائرات اقتناء هذه المياه لكي تأتي بها لمكان الجبال الوعرة التي توجد بها الحرائق. وبهذه الطريقة يمكن أن نتأهب مستقبلا، يمكن أن نتأهب كذلك لأشياء أعوص من هذه، وهو ما نسميه بتدبير المخاطر المجهولة. وهذه السنة عشنا ثلاث مخاطر في المغرب بالمناسبة، هي الجفاف من جهة، قلة الماء من جهة ثانية، والحرائق والرياح من جهة ثالثة. هذا ما يجعلنا اليوم نفكر في معالجة هذا الملف قبلا. أما من مستوى آخر يجب توعية الأشخاص والأفراد للتعامل مع الغابة بطريقة معقلنة، الابتعاد عن الحرائق، عدم استعمال النار، عدم رمي مخلفات الشجائر، عدم رمي كذلك الأحجار، لأن الأحجار إذا اصطدمت مع بعضها يمكن تعطي شرارات إلى آخره. وبالتالي سيمكن أن دكتور محمد قبلا نعم الحرائق التي حدثت هذا الموسم، أي تداعيات بيئية؟ ما الذي يخسره المغرب برأيك باختصار؟ في الحقيقة الخسائر كثيرة جدا، خسائر في الغابة وفي أصناف الغابة، في الأشجار المتنوعة التي احترقت ويصعب علي أن أتفصل فيها لأن ليست لدي جميع الأصناف. كذلك وظائف كانت تقوم بها الغابة من الناحية البيئية، في التوازن البيئي، في حياة الحيوانات الموجودة هناك، وفي حياة بقية الأصناف البيولوجية التي توجد في الغابة، إضافة إلى الوظائف البشرية التي تقوم بها الغابة كالرعي مثلا، كاستعمال الحطب، كتربية النحل مثلا، كفلاحات متعددة. وهذا إذن هي خسارة كبرى للمغرب، وعلينا أن نتأهب له لكي نعيد هذه الوظائف بطريقة صعبة بطبيعة الحال، وهذا يأخذ وقت. نعم. شكرا جزيلا لك، أشكرك دكتور محمد سعيد قروق، أستاذ علم المناخ بجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، شكرا جزيلا.